هم جايين يحققوا الثروة السريعة أو أنهم يؤمنوا بهذه الصناعة وتطوير هذا البلد. أعتقد هناك عدة شركات ناجحة طبعا غير البنوك من غير ذكر أسماء فعلا وجدت لها قاعدة، صار لها فكر معين، صار لها عملاء معينين، صار في تنافسية بيننا وبينهم، هذه شركات الناجحة. طيب شركات الوساطة اللي تابعة للبنوك أو شركات الاستثمار تشوف أضافت شيء للسوق ولا هي مجرد شكلية؟ لا أعتقد أنها شكلية، وأعتقد أنه يجب أن يكون فصل تام بين. هل هذا صحيح يعتبر؟ أنا أعتقد أنها ما زالت شكلية، ما فيها كلام. تعتبر طريقة صحيحة؟ لا مو صحيح طبعا. صحيح إيش طيب؟ الصح أنها تفصل فصل تام هذه الشركات. حتى تكون منافسة عادلة؟ منافسة عادلة طبعا، يعني لما تربط لي شركة بالبنك الهولندي والبنك العربي والبنك الأهلي، الحسابات هي نفسها، السيستم هو نفسه، المدير التنفيذي حق البنك اللي له سلطة قوية على وهو اللي يدير مباشر وغير مباشر البنك الاستثماري ما صار شيء. كيف تريد أن ننافس هذا البنك؟ هو عنده إيداعات بملايين الريالات وأنا لا أملك رأس مال 500 مليون ريال، لا يمكن منافسة. هي في النهاية حتطرح أكيد IPO ولا لا؟ أتمنى، بس حتى لو تطرح IPO تباع حصة البنك، حتى البنك لا يملك فيه، يعني إذا يملك 10% 15%، لكن أن يملك حصة أغلبية تبيع 30% من المواطنين، أنت ظلمت المواطنين كلهم. يعني حتى البنوك أسست شركات تأمين مشكلة. أنا أعتقد هذه مشكلة حقيقة، لا يمكن لا يمكن لشركات عادية غير لصيقة بالبنوك أن تنجح أو أن تسود عدد البنوك. طيب سيد عمار حنوقف مع فاصل أخير ونكمل. أعزائي المشاهدين فاصل أخير ونعود لكم. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم من جديد لاستكمال حوارنا مع الأستاذ عمار بن أحمد شطا العضو المنتدب لشركة الخبير المالية. أستاذ عمار، تداول الأسهم المحلية يسيطر عليه بنكين أو ثلاثة حتى اليوم، يعني قبل الأزمة جت الأزمة راحت الأزمة ما راحت الأزمة موجودة، لازل هذا البنكين أو ثلاثة هم من يسيطر على التداول في السوق، وين السر وش السبب؟ رغم ان البنوك الاصغر غالبا هي طبعا في نظريه اسمها الكريتيكال ماس. الكريتيكال ماس نظريه الرقم الحرج يسموها. طبيعه البشر كطبيعه يحبوا يمشوا في مجموعات او يكونوا في مجموعات، وذلك حتى تلاقي مايكروسوفت لما تطلع لعبه جديده او منتج جديد، السلوك الجمعي يعني بالضبط السلوك الجمعي تلاقي في جريده، يعني انتبه له في الجرائد تلاقي كتب لك بعنا من المنتج هذا في اول يوم 400,000 قطعه. هم بيحاولوا يوصلوا الرقم السري اللي يجعل بقيه الناس يتبعوا هذا الموضوع. هذه البنوك ستبقى المسيطرة لأنه وصلت الكريتيكال ماس، فشيء واقعي. هي المسألة يعني في ميزة إضافية تقنية أعتقد يعني حقيقة مكة الجزيرة يعتبر من الأفضل من ناحية السيستم، ولذلك هو عنده الميزة الأفضلية فيها. البنوك الأخرى الآن ميزتها أنه تقريبا أنت بتتداول مجانا لأنه هو يبغى فلوسك في الحساب. السر هي ليست في التداول، السر هي أن فلوسك قاعدة مجمدة عنده في حساب هو يقرضها لبنوك وشركات وأفراد، فهذه هو السر. فبالتالي اعتقد نحن حنوصل او قررنا نوصل انه يكون السعر بالمجان، وبالتالي البنوك التي تستطيع ان توفر لخدمات افضل هي المسيطرة. وفعلا صار بالمجان وحتى الخدمات المرافقه للاسعار وغيرها بالضبط. طيب الان وين يقف تحدي شركات الاستثمار؟ تحدي ومصاعبها وين؟ اعتقد هناك مصاعب داخليه وخارجيه. مصاعب الداخليه هو إيجاد الدعم من الإدارات الحكومية والأجهزة الحكومية. يعني اليوم نحن مطلوب مننا من وزارة العمل أنه نصل بنسبة سعودة بنسبة عالية جدا. الحمد لله نحن في الخبير حوالي 55% ما عندنا مشكلة، ولكن ما هي عملية سهلة. يعني حتى المواطن الكفء مو سهل تعيينه لأن المنافسة على طلبه كبير. فيعني العملية صارت مخاطر. يعني طب فاين، انت جبت المواطن السعودي هذا ووظفته، انت لا تحسب حسابك انه هذا بكرة يجي له مكالمة من بنك الانماء ولا يجي مكالمة من جدوى او يجي مكالمة ويسحب، ما في عليه، ما في اي شيء مخالف يمنعه من البقاء. وبالتالي صرت انت في اضطراب
يا يعني انك زود عدد الموظفين عشان تحتاط لهذه العمليه، او انك دائما في خلل وكلها مكلفه انك زود التكلفه وانت ماشي، وهذه مشكله كبيره. انه انت اذا زودت معاش موظف لا يمكن تنزل له معاش، وهذه مشكله كبيره. فبالتالي العمل العمالي يعني، والوزير حقيقه مع الوزير يجب ان يخرج من النظره الشاعريه لهذا الموضوع، يجب ان يكون واقعي. انه اولا يجب ان يكون مساواه بين الموظف الاجنبي والموظف السعودي في ناحيه التوظيف، في ناحيه العقود، وبالتالي يكون في استقرار لهذه الصناعه. يجب ان يكون في دعم، لانه على المدى الطويل هذه مصلحه الصناعه ومصلحه الوطن. النقطه الاخرى انه نحن في صناعتنا مثلا المراه لها دور كبير. يعني احنا في الخبير نتمنى نعين النساء، عندنا يمكن حوالي 6 سيدات. لا يمكن انها تعاملني بنظام العمل العمال القديم اللي تقول لك والله لازم تفصلهم وبابهم يدخلوا من باب ويخرجوا من باب ومراسل، لسبب كبير، لانه هيئه سوق المال تمنع ان يجتمعوا الموظفات في مكان واحد، لانه في سريه عمل. يعني واحده متخصصه مثلا في الماليه والاخرى متخصصه في اداره العملاء، لا يجوز ان يكون اثنين في نفس الغرفه. فصار في تضارب بين هذه